مبسوط جدا ان اول مره احضر عرض خاص لمسلسل، ودي حاجه بالنسبه لي جميله جدا. اول مره احضر حاجه زي كده، على طول بنعرف العرض الخاص لافلام، انما اول مره نحضر عرض خاص لمسلسل. اتشرفت بالشغل مع الاستاذ هادي البجوري، مع الفنان الجميل الاستاذ احمد فهمي. ببارك لكل صناع العمل، بوعد الجمهور ان شاء الله ان المسلسل هيكون تجربه جديده على مستوى الاضاءه والديكور والمزيكا، ويا رب ربنا يجعل فينا القبول والمسلسل يعجب الجمهور ان شاء الله. والله والله انا ما انا زيك بالظبط، بسمع اخبار ان جعفر العمده هيتعمل، جعفر العمده هيتاجل، زيك بالظبط بسمع نفس الاخبار اللي انت بتسمعيها. بس اللي اقدر اقوله يا رب لو في جزء تاني ان شاء الله ربنا يعيننا ونعمله كويس علشان يعجب الجمهور، لان مسؤوليه كبيره لما الجمهور يطلب حاجه تاني بنفس الكواليتي بتاعها. فربنا يقدرنا لو في نصيب وعملنا جزء تاني نعمله احسن من الجزء الاول ان شاء الله. انا مش عايز اتكلم عن حاجه لسه في علم الغيب، يعني انا ما اعرفش، الله اعلم، ممكن تبقى ممكن يبقى مصلحه للمسلسل، ممكن تبقى حاجه مش حلوه، فمش هتكلم في حاجه لسه ما نعرفش اللي جاي ايه. فخلينا ان شاء الله يعني نشوف، يمكن يتعمل السنه دي ان شاء الله لو في نصيب. اتعمل السنه دي هنعمله يعني باذن الله حلو، اتعمل السنه اللي بعد اللي جايه نعمله حلو برضو ان شاء الله. بعمل مسلسل 15 حلقه اسمه اعلى نسبه مشاهده ان شاء الله، مع الأستاذة أسماء جلال، الأستاذ محمد محمود، الأستاذ انتصار، إخراج الأستاذة ياسمين علي. شكرا.